الجولة هذه والمجتمع المدني والسياسي التقدمي لعب دور كبير في الإطار هذا وجعل الحكومة معناها ترتد على أعقابها وتتراجع على المشروع القانون هذا. الحقيقة في أي فرصة أخرى الحكومة والسلطة لازم ترجع من جديد لطرح مشروع القانون هذا، ولكن أقوى رسالة هي في مجتمع مدني وسياسي اليوم منظم بشكل أفضل، يوم منظم وموحد بشكل أفضل، فيه رسالة كبيرة للسلطة. والحقيقة نحب نحط الوقفة هذه في إطارها، هي وقفة تجي على خلفية عملية تمثل منعرج خطير في الحكومة هذه وفي خيارات السلطة الجهوية متاع جهة سوسة، وهو أنه عملية إدخال أطنان من النفايات عبر ميناء سوسة، وهي عملية غير مسبوقة. تونس الحقيقة الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية نعرفوه الكل، وصل إلى درجة تحويل تونس إلى شرطة حراسة على الشواطئ البحر الأبيض المتوسط، وصل إلى درجة إغراق البلاد ورهن الأجيال القادمة بالقروض. قانون مالية فيه 20 مليار دينار، تقريبا أكثر من الثلث من الميزانية قروض، خيارات تعمق التبعية متاع البلاد وترهن الأجيال القادمة، ولكن آخرتها ما كناش نتصوره أنه يوصل الأمر إلى تحويل بلادنا إلى مصب ومقبرة للنفايات. الحقيقة هذا يطرح ملف كبير، ملف عنده أهمية حيوية واستراتيجية، وهو الملف البيئي في تونس. ملف البيئي في تونس نعتقد نحن أنه السلطات ما احترمتش الدستور، حكومات متعاقبة، فما بنود واضحة، وهذاك هو سيما فيه صباح النور. وقفة اليوم مناسبة تحويل مطمورة روما إلى مصب نفايات إلى إيطاليا. اليوم المجتمع المدني والحساسات السياسية في سوسة تحركت ونظمت هذه الوقفة احتجاجا على السابقة الأخيرة هذه اللي تتمثل في توريد أطنان وأطنان من النفايات من دولة أخرى إلى دفنها في تونس. الموضوع قد لا يكون أخطر، قد يخفي وراءه معنى نوعية هذه النفايات، شنو تنجم تخفي وراءها، هل هي مجرد نفايات منزلية أم معنى فما نفايات عندها معناتها انعكاسات سلبية على البيئة. ننتظر احنا اليوم في فتح تحقيق جدي قضائي ومن ناحية الفنيين ومختصين باش نعرفوا خلفيات هذه العملية. اليوم رسالتنا القوية اللي نحب نوصلها انه يلزم دعم الرقابة خاصة في المجال البيئي وانعكاساته على التنمية والاجيال مستقبل الاجيال القادمة في تونس، وخاصة تكريس ثقافة عدم الافلات من العقاب. اليوم معناتها نسمع في بعض الاطراف يقول لك رجعوا النفايات هذه، راهي العملية ماهيش مش تقف عند مجرد ارجاع النفايات. اختيار هذه
المسألة يلزم علاش الناس تتجرأ اليوم تجيب نفايات باش تدفنها في تونس؟ علاش؟ لأنه الناس ولات تعرف الأشخاص هذوما اللي يعيثوا فسادا في جميع المجالات يعرف روحهم سيفلت من العقاب. إنه المسألة هاكا احجزك البضاعة هاكا رجعك البضاعة إذا كان فاقوا بيك. ونشكر هنا في المناسبة الإعلام ودوره الرقابي المهم على الأخر. اليوم المطلوب أولا وأخيرا هو محاسبة الناس اللي رخصت واللي تواطئت في الرقابة واللي تجرأت مجرد الجرأة انك انت تخمم في الشيء هذا. احنا نفاياتنا وانعكاساتنا البيئية السلبية الوطنية مانيش قاعدين نتعاملوا معها كأحسن ما يكون، فما بالك باش نزيدوا نحلوا على روحنا الواجهة هذه. تونس ماهيش مقبرة للنفايات، تونس تستحق خير من هكا من أبنائها، ويلزم الحس الوطني يتحرك عند أولاد الشعب هذا. والمسألة مش مسألة ربح وخسارة، راهو يلزمنا نعرفوا أنه هذه البلاد اللي نعيشوا فيها الناس كل، ويلزم يكون عندنا حرص عليها، والدولة يلزم تسترجع هيبتها، والقضاء يلعب دوره ويتم الكشف عن جميع المتواطئين في الموضوع هذا وخاصة محاسبتهم. البحث على الربح والهاجس بتاع الربح الى درجة انه تضحية روح كوانزا صحة كوانزا ومين بيها. سيدي تريفي عن الرابطة الجنسية في تحقق الإنسان فرع سوسة. الحقيقة الوقت هذا تعلم المجتمع المدني في إطار معرفته وكشف الحقيقة، لأنه بعد ما كان سوسة تصدر وين يقولوا كما قال بالجسم اليعقوب الزيتون الساحل ديما الفحل ديما الراحل، للأسف اليوم تحولت إلى مقبرة للميثيات السامة بإيطاليا. اليوم بعد ما دخلت 271 ألف طن من سوسة حبينا نعرفوا في الدخل بعد ما تنصف الجهاز الكل من مسؤوليتها ونكرة اللي حتى علمها بهذه الصفحة كده اشتمل اليوم واقفين لنا في ذات الكشف وفتح بحث جدي دقيق وتحميل كل واحد مسؤوليته، خاصة نعرف ان استيراد النفايات هذه فيها معايير دقيقة جدا ما توفرتش حاليا تقريبا على ما اعتقد في طب البحث الاولي ماشي متوفرة اليوم بعد ما تنصف الجهاز الكل من مسؤوليتها. وقف اليوم المجتمع المدني السياسي تنظيم هذه العملية وننفو منفقات عن العملية هذه، مستحيل أن السوسة تكون مقبلة للنفايات في حماية الشعب.